السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. حلقتنا اليوم على واحد الراجل كان الاسم ديالو محسن. هاد محسن في عمره هذيك 48 عام ومزوج مع واحد المرأة سميتها مريم وساكن معاه في واحد الحي شعبي في واحد الدار غير كارينة. الخدمة ديال هاد محسن هذا كان رئيس العمال في واحد الشركة، خدام فيها شحال من عام وبقى كيترقى لي حتى ولا هو الشاف ديال الخدامة تمايا، ومخدم يوم مزيان يعني مخلصينو مزيان وعاطينو رايقاتو وحقوقو، عنده الطوموبيل ديالو ما خاصو حتى شي حاجه، الاوضاع الماديه تقريبا نقولو مزيانه. هاد محسن هذا الحاجه الوحيده اللي كانت مطلع عليه الدم هي انه ما كيولدش. شحال من عام هو مزوج مع هاد مريم ولكن للاسف الشديد ما ولد معاه ما والو. عياهم يمشيو على الاطباء، عياهم يديروا في الوصفات الشعبيه، والو للاسف ما ولد ولا ولد لبنت. ولكن في الاخير تأقلموا مع الوضع هذا ديالهم وقالوا هذا قضاء الله وقدره، هو ما بغاش لينا الولاد، اولا من اللي غادي يبغي ولي ادن غادي نولدوا بحالنا بحال الناس. تعايشوا مع هذا الوضع هذا، ولاو كيبغيو بعضياتهم وحنان على بعضياتهم وعايشين حياتهم بالطول وبالعرض. المهم هذا الحسين هذا لانه كان راجل متقي وكيخاف الله وما عنده لا مع بلية لا مع خمر لا مع حتى شي حاجه خيبه، مقابل غير مراته ودارو واهتمام ديالو كامل منصب على مراته. هي هذيك واحد النهار من النهارات نسابو يعني والدين ديال هاد مريم غادي يعرضوا عليهم على مريم وعلى راجلها اللي هو الحسين لواحد المناسبه عندهم، هي الخطوبه ديال بنتهم الصغيره الاخت ديال مراته يعني نسيبته تخطبات. قالوا لي مودي خاصكم ضروري تجيو عندنا نهار السبت في العشيه، راه عندنا هاد الوليمه هادي. صافي قالوا اوكي. ولكن نهار السبت ملي جا هاد الحسين هذا من الخدمه يعني كيخدم غير نص النهار الاولاني وكريح نص النهار الثاني ونهار الحد ما كيخدمش، هذا هو الخدمه ديالو عاده. قال لها شوفي يا مريم راني غنديك نوصلك غير للدار وغنرجع. قالت لي علاش ما طلعش كذا؟ قال لي لا غير سمحي لي وصافي وقولي لوالديك سمحوا لي راني داير مع واحد السيد صاحبي في العشيه يدوز عندي في السبت، وانا اللي غادي نسيني نطيب لي طويجين ونريحو ونجمعو بعضياتنا وغادي نمشي في حالاته. صافي خلي راه عارض عليه ما كيلاش نمشي مره اخرى ان شاء الله حتى العرس ونمشي. قالت لي صافي اللي بغيتي. وصلها بالطوموبيل مع جويه الرابعه بحال ما هكاك، وصلها للدار ديالهم. هو ما طلع ما والو ديمارا ورجع. من بعد ما قال لها شوفي غدا مع الصباح انا غندوز ناخذك، الا ما جيش بقيت ناعس ولا شي حاجه اتصلي بيا في التليفون فكريني. قالت لي واخا. مشى في حالاته وهي بقات مع والديها تحضر لهذيك الخطبه ديال اختها. هي هذيك الغد ليه ملي سالات الخطبه وداك الشيء الغد ليه يعني كان الحد مع الصباح كتسنى في راجلها يجي يديها بالطوموبيل، كتسنى ما جاش. وصلت 12 ما جاش، الوحده ما جاش، هو ما اتصلش بها، هي كتتصل به ما كيجاوبهاش، هو اصلا ما جاش عندها. تشوشات هذا مالو هذا، واش نسى ولا شنو؟ بقى ناعس اليوم الحد ما كاين لا خدمه لا والو. هو قال لها اصلا شافت عيات لبسات جلابتها ومشات خدات الترونسبور وجات لدارها. جات الطوموبيل ديالو قدام الباب يعني كاين في الدار، واش هذا باقي ناعس؟ هذا وقت ديال الناس. تدق دق والو ما جاوبها حتى شي واحد. جبدات الساروس من صاكها وحلات الباب، حلات الباب ودخلات. حسين الحسين كتعيط اللي حتى دخلات الكوزينه، كتفاجئ بهذاك الشيء اللي شافت في الكوزينه، راجلها مقتول وطايح على وجهه في الكوزينه غارق وسط الدم ديالو. بقات كتغوت كتغوت وخرجات الزنقه كتغوت تلقاها ولا شي ناس وشي جيران مالك ما مالك يا فلانه. قالت لهم راجلي راجلي قتلوه قتلوه. هنا واحد من الجيران مشطار علم البوليس وجاو البوليس لعين المكان اللي هو مسرح الجريمة الدار ديال هاد مريم مع راجل الحسين الله يرحمه. دخلوا للدار تلقاو الجثة ديال هاد الحسين ممددة في الكوزينة، رفعوها ودوها المستودع البلدي للأموات. بقات فرقة الشرطة العلمية والتقنية والقضائية كتبحث في عين المكان أو مسرح الجريمة، كتقلب كتقلب لا يعود يكون شي أثر ديال شي حاجة أو بصمة او لاي حاجه خلاه القاتل او القاتل المحتملين. المهم قلبوا ديك الدار مزيان، اش كي ياخذوا كيرفعوا غير البصمات، شي حاجه اخرى ما لقاوهاش، ما لقاو حتى شي حاجه، بصمات ليس الا. هنايا البوليس الشرطه القضائيه بقات كتقلب في الدار، كيبان لي امارات السرقه كاينه يعني كاين تقلاب، يعني الفتيات مقلوبين، الماريو مهرس، يعني الناموسيه مقلوبه. المهم امارات السرقه كاينه. هنا يستدعوا المراه اللي كانت في واحد الحاله يسالها، ولكن يقولوا لها ما عندنا ما نديروا لك، لا خاصك تعرف لينا اش مشى لك من الدار. بقات كتقلب كتقلب حتى قالت لي ما وديش مشاش مشى. اول حاجه مشات لها طبيب الحال هي واحد القاضيه، واحد الصديقه كاينه في الماريو ديالهم.
قالت لي ما الصندوق هذه راه فيها 30 مليون. مشيت ما كاين لا صندوق لا فلوس حتى حاجه، 30 مليون كامله حطها راسك هنا. ها هي سيدي حاطها كامله هنا. شنو اخرى عاوتاني مشى، مشاو حوايج يعني ذهب ديالها هي، يا شي ماكن ديالو هوايا، شي تخربيقات اخرين، شي ملابس ديالو هوايا، يعني شي. المهم هذا ماشي شفر غير الفلوس، شفر الفلوس ودا حوايج اخرين، ولكن حوايج ماشي تقال ولا شي حاجه، المهم غير تقدر تهز غير بيدك. المهم بقاو كيقلبوا، رفعوا البصمات، رفعوا اي حاجه، مشاو في حالاتهم. مشاو وخلاو هذيك المراه مع العائله ديالها، من بعد ما جاو وكتلقى العزاء وهداك الشيء. المهم داك الشيء ديالهم، الطبيب الشرعي شنو كيقول لهم؟ قال لهم اول حاجه هذا الراجل هذا مات او تقتل مع جويه العشرة ونص بحال ما هكاك تاع الليل 11، ما بين العشرة ونص 11 هذا هو التوقيت الزمني فاش قتل. وراه تلقى ربعة ديال الطعنات قاتلين كاملين من الخلف، يعني شي واحد جاه من اللور وطعنو، طعنو اللي حتى مات، يعني من اللور ديال ظهرو، جنب الجناب اليسري واليمني بجوج، يعني خلطو هاد السيد هذا. المهم اللي حتى طيحو تمايا، وكانوا قاتلين كيما قلنا كاملين. هنا البوليس غادي يبداو التحقيق ديالهم، اول وحده بطبيعه الحال غادي يبداو معاها هي مراته، مرات الضحيه. استدعوها الكوميساريه وجات، قالوا لها قلنا لا قبل ما نوصلوا الفلوس، هذيك الفلوس كامله اللي محطوطه عندك في الدار، بغينا نعرفوا العداوه ديال هذا السيد، راجل الله يرحمه، شكون صحابه، شكون عديانه، واش حقد لي شي واحد، واش عمرو داعم شي واحد، عمرو شي واحد دابز معاه. قال لهم لا ابدا، هادشي هذا كامل ما كاينش، راجلي ونعم الرجل، كان انسان رائع، انسان الله عمرها دار، ما عندوش العديان بتاتا، سول عليه في الزنقه كامله وفي الدرب كامل، كلشي غيقول لكم هذاك السيد الله عمرها دار، ما عمرو داعم شي واحد، ما عمر شي واحد دار معاه، والو شي ده كامل ما كاينش، انا ما كنشك حتى في واحد. مزيان، قلنا لا الفلوس كيفاش قاضي قلت لينا ديك النهار بان او النهار اللي قلبنا انها مشات لكم 30 مليون، كيفاش البلان ديال ديك 30 مليون؟ قالت لي هذيك 30 مليون السيدي راه كان وارثها، باه كان توفى هادي شحال من عام وما قسموش الورث ديالهم، وما كانوا ربعه ديال الخوت، وكانت عند واحد القطعه ارضيه كبيره في البلاد وساوي الثمن، راه ما باعوها مؤخرا وجاه نصيبه 30 مليون من بعد ما مو تاخذ نصيبها 30 مليون، علاش ما داهاش البنكة؟ وهو كانت في واحد القاعده ما كيبغيش يدي الفلوس للبنكة، هو غير الصالير ديالو في الشركه، اون فوا كيدوز البنكة كيمشي يجري كيجبدو، ما كيخلي والو في الكونت ديالو، ديما زيرو درهم، الا قلبتي لي كونت ديالو غتلقى زيرو درهم، ديما فلوسو كيجيبها للدار، ما كيتيقش هو في البنكة وما كيبغيش يتعامل معاه، كيقول لي ديما انا كون ما كانش ديك المعامله ضروريه من الشركه البنكة ما فتحش اصلا حسابي في البنكة. مزيان، كان باغي يدير شي حاجه بهذيك الفلوس. قالت لي هو كان كيقلب على دار، باغي يشري دار 30 مليون، كان باغي يخسرها في الدار ويشوف يتسلف مع شي وحدين اخرين الا كانت القيمه ديال الدار كثر. المهم كان الغرض الاساسي ديالو هي دار، لان ديك الدار اللي حنا ساكنين فيها غير كارينها. مزيان، شي واحد عارف ان الفلوس هذيك 30 مليون محطوطه في الدار من غير كتي وياه؟ عليا انا ما قلت حتى شي واحد، لا عيالات في الزنقه، لا خوتك، لا شي واحد، لا لا ابدا، لا حتى واحد، بحال المسائل ما كنقولهمش. وهو هو الله اعلم نكذب عليكم، واش قال شي واحد، واش جمع مع شي واحد وقالها ليه. المهم انا ما نفيدكمش في هذه القضيه، المهم انا عليا انا ما قلتهاش. وشكون من صحابو اللي كيجي عندو الدار او هو معرف عليهم بزاف وعندهم معاه علاقه بزاف؟ قالت لي مشكون كيجي عندو صحابو خدامين معاه في الشركه، كل مره كيجي عندو واحد، ولكن صحابو كاملين تقريبا على نفس الشكل ديالو، الله عمرها دار ودراها، واش انا كنعرفهم ونعرف عيالاتهم، واش حمرت حنا مشينا عندهم، يعني واحد الناس طيبين وكل شيء. شكون هادو؟ وكيجيو عند واحد جوج لي بزاف، واحد سميتو العربي وواحد سميتو ميلود، هادو راه ما كيتفارقوش معاه، يعني ديما جايين ديما غاديين ديما جايين، هو كيمشي عندهم وكذا. وواحد القضيه نقولها لكم شنو هي، انا ملي وصلني هذيك الليله، حيتاش هما يعرفوا البوليس بان هذيك الليله راه ما كانتش، وقالت لي مودي راه وصلني وانا بت على دارنا، والبوليس مشاو تاكدوا من دارهم وعرفوها بانها فعلا نيت بات هذيك الليله بانها راه ما كانش في الدار اصلا هي بتاتا. قالت لي انا ملي وصلني للدار قال لي في العشيه راه جاي عندي صاحبي، ما قالش شكون، لا ما قالش شكون، انا قلت مع راسي غادي يكون اما هذاك العربي او ميلود، واحد فيهم، لانه هما اللي كيجيو عندو بزاف وبجوج بهم مزوجين. قال لي غادي نوجد الطاجين وغادي نريحو نسهرو مع بعضياتنا وغادي يمشي في حالاتو، هادشي اللي قال لي. شكون هو؟ ما قالش لي شكون. صافي، هنا يعرفوا البوليس كان سهران مع شي واحد تما، يعني كان ضايفو.
فعلا نيت هادشي هذا تاكد البوليس منين ملي هما قلبوا لك مسرح الجريمه، راه بان لهم واحد الاثر تاع ساره، يعني كاين واحد البراد تاع اتاي باقي الكيسان هما كاين واحد الطويجين يعني موكول منه يعني خاوي تقريبا، باقي فيه شي حاجه قليله خبز، كل شيء كان فوق الطابله، كان باقي ما جمع ما والو، كان باقي كيما هو. هادشي تاكد للبوليس من خلال الهضره ديال المراه، يعني هو كان مضايف شي واحد تمايا. هادشي غادي نعرفوه من خلال البصمات اللي هزوهم البوليس من الدار. الدار لقاو فيها ثلاثه ديال البصمات، البصمه ديال هذاك حسين الله يرحمه، والبصمه ديال مراته، وبصمه اخرى ديال واحد سميتو العربي، يعني واحد من ذوك الجوج كما قالت مراته، اما العربي اما ميلود. العربي ملي سولوها عليه مريم قالت لهم العربي هذا راه خدام معاه في الشركه، لا هو لا داك ميلود جوج بيهم، العربي خدام معاه في الشركه وصاحبو شحال هادي حتى هو وكيجد وكيقول لي الاسرار وكذا، وبيناتهم يعني شي حوايج مشتركه، يعني كيتقاسموا الهضره وتقاسموا الحوارات، هذا يعاود ليه الاسرار ديالو الاخر يعاود ليه الاسرار ديالو، يعني بيناتهم صحبه قديمه. مشاو لهاد العربي هذا، العربي هذا في العمر ديالو تقريبا واحد 52 عام بحال ما هكاك، هو قدم منه في الشركه ومصاحب معاه. مشاو ليه لقاو فعلا نيت خدام في الشركه، خدام ما عليه ما بيه. اول حاجه قالوا لي واش كتعرف فلان، تعرف محسن؟ قال لي ما الله يودي محسن الله يرحمه راه كان راجل مزيان الله يودي، ونعم الصديق هذاك السيد ومصاحب معايا، وما عمرني شفت منه شي حاجه ديال العيب، كنوقف عليه شي سلف كيعطيني، وتا انا بعض المرات اللي كان محتاج شي فلوس انا كنعطيه، واحد العلاقه جد طيبه، ومراته الله عمرها دارت هي وكنعرفها، السيد بقى كيشكر فيه بزاف. قالوا لي قول لي ناس العربي، امتى اخر مره كنتي عندو في الدار، اولا اخر مره هضرتي معاه او جمعتي معاه او طلعتي معاه؟ قال لي نهار السبت العشيه، نهار السبت العشيه ماش لاقيتو، وحنا كنا موعدين مع السبت مع الصباح انني ندوز عندو في العشيه. قال لي راه غندير المراه عند نسابي يعني عند والديا عندها شي مناسبه تم، ودوز عندي في العشيه نريحو ونتعشاو ونشربو شي كاس اتاي وسير بحالاتك صافي. قلت لي واخا، ما جلست عدو وجيت عدو تقريبا ماشي خمسة ونص بحال هكا، كان خمسة ونص بحال هكا جيت عدو. دخلنا عمر ياسي بقينا مجمعين في مواضيع مختلفة هنا وهنا وهنا، شوية ناض وجد العشاء صايب واحد الطواجين، هو راه كان بارع الله يرحمه في الشيء ديال الطواجن، صاوبو ليا وصلت هذيك التمنية بحال ما هكاك تعشينا، ريحت غير شوية من ورا التمنية، هذيك جوية التمنية وناس تسعة الروب خرجت، قلت ليه هو هذا، قال لي بلاتي مازال الحال على الأقل حتى شي عشرة ولا حداش بحال ما هكاك عاد سير، غدا غير الحد تصبح غير الناس. قلت لي أودي غير سمح ليا، أنا راني داير مع ميلود، ميلود توا صاحبنا نتلاقى معاه في القهوة، حنريحو وغنجمعو توا ضروري خاصني نشوفو ونريحو ونجمعوا بعضياتنا. وفعلا نيت من وراها ملي خرجت تلاقيت مع ميلود وريحنا في القهوة وبقينا مجمعين. هنا قاطعوا البوليس وقالوا ليه ماش خرجتي من القهوة؟ وقال لي واش نقول لكم جوي 11 بحال ما كان خرجت 11 مأكد 11 خرجت تو ملي كنتي قلتي لينا انا وميلود تو ميلود مزيان. هي هذيك البوليس مشاو استدعاو هاد ميلود هذا لي اكد ليهم الهضره ديال العربي، قال لهم فعلا نيت مع جوي 9:30 تلاقينا في القهوه وبقينا مجمعين ومريحين وباقي عاقل عليه انه قال لي راه ما قادر ناكل نشرب حتى حاجه، صيفط لي غير على شي والماس وخدا والماس فعلا نيت شربها، وانا خديت واحد البراد تاع اتاي وبقينا مجمعين. ما خرجش من القهوه جوي 11 على قسمين 11 قسم بحال ما كفد في الاطار هذا. هنا ملي اكد ميلود الهضره ديال العربي خاصهم يمشيو للقهوه باش يتاكدوا من القهوه، ولكن لحسن الحظ ديال البوليس القهوه مجهزه بكاميرات، يعني ما سولوش داك السرباي ولا شي حاجه يقدر يكون نسى ولا شي حاجه، مشاو الكاميرات سجلات شافوهم، شافوا الهضره ديال ميلود مع العربي صحيحه، دخلوا مع جويه 9:30 بحال ما هكاك 9:30 9:25 10 غير 25 بحال ما هكاك، ما خرجوا منها اللي حتى وقفات 11. هادشي اش كيعني؟ كيعني بان هذاك العربي بريء، لان الطبيب الشرعي قال لهم السيد هذا تقتل مع جوي 10:30 11، وهو كيقول لهم انا دخلت القهوه ما 9:30 عفوا وما خرجش منها حتى 11 انا وهذاك ميلود، وتاكدوا من هادشي هذا مع ميلود ومن خلال الكاميرات اللي في القهوه.
يعني هذا كيبين الهضره ديالو انه صحيح جات عشا معاه وريح معاه قصر معاه وخرج، لعل هذا القاتل هذا كان كيتسنى هذاك العربي اللي حتى خرج من عنده من الدار ودخل عليه وصفاه عليه وسرقه ومشى في حالة ولاده الفرار. ولكن شكون هذا اللي قتله؟ شكون هو صاحبه اللي لقينا البصمات ديالو في مسرح الجريمه؟ ماشي هو، امراته ما باتش معاه في الدار، وعندما يفيد ان هذه الليله ما كانش معاه اصلا، يعني بعيده على الشيء هذا، كانت عند والديها، والديها كياكدوا الهضره هذه. شكون يعني البوليس مشاو الخوت ديال المراه، يعني خوتها كانوا واحد جوج عندهم سوابق قضائيه في السرقه وما الى ذلك، وداخلين خارجين الحبس. يعني قالوا هادو غيكونوا هما، لان البوليس كيعرفوك سوابق قضائيه صافي كيديروا لك كروه. ابداو معاهم في التحقيق. فكت هذيك الليله دوي، فكتي هذيك الليله اش كان؟ كان هذاك جونفي، يعني يناير، وينير كانت هذيك الايامات كانت كتصب الشتاء وكان البرد هذيك الساعه. لي فكتي؟ قال لي انا فكت هذا الاول فيهم في خوتها، انا كنت في الدار. ما في الدار، شكون شافك في الدار هذيك الليله كامله؟ الليله كامله ما عادش دخلتي؟ ودخلت مع جوي السبعه، كان البرد وداك الشيء، وما خرجتش حتى الصباح، يعني تافقت في الصباح ومشيت في حالاتي. هذيك الليله اش كان عندكم؟ وكانت الخطوبه ديال الاخت ديالي. ودخلتي مع السبعه؟ دخلت مع السبعه وبقيت في الدار، حضرت ليها كامله الخطوبه وبقيت كنتسخر ليهم وكذا كذا، اللي حتى الصباح مشيت حتى بلاصه. الاخ الاخر حتى هو كياكد نفس الهضره، قال لي انا بقيت في الدار، يعني ملي جيت من الخدمه كان خدام كيبيع عشرة في واحد المحل، جيت مع جوي الخمسة ونص ستة، دخلت الدار قالوا لي الوالدين خاصك تعاوننا وحنا عندنا مناسبة اليوم وكذا كذا، بقيت كنعاونهم أنا والدري خويا، يعني بجوجهم كيقولوا البوليس بأنهم كانوا كيعاونوا في ديك المناسبة ديال الخطبة ديال الأخت ديالهم الليلة كاملة ولا العراطة كاملة، وباتوا في هذيك الدار ديالهم نيت لحتى الصباح. والوالدين وختهم هذه اللي يلاه وقع لها المشكل مع راجلها اكدوا الهضره ديالهم، يعني ماشي هما مستبعد القضيه. المهم البوليس بقاو كيدوروا في واحد الحلقه مفرغه، ما عرفوش شكون اللي قتل هاد الضحيه والدليل الفلوس ديالو. في هاد الاثناء هادي راه كانت الام ديال هذاك محسن الله يرحمه كانت في الدار ديال مريم، يعني الدار ديال ولدها، كانت كتواسي في مراته وكتلقى العزاء من طرف العائله ديالها والعائله ديال هذيك مراته، والناس تاع الدرب كيدخلوا عندهم والدار عامره. كانت كتبات معاها في الدار باش كتواسي وتونسها، لان كما قلنا ديك مريم ما كان عندها لا ولاد لا بنات. كان جا عندها شكون؟ كان جا عندها ولدها اللي هو الاخ ديال هذاك ديال المحسن الله يرحمه، جا عندها للدار تما وريح معاهم، يعني باش يونسهم حتى هويا ويعاونهم، لكن شي سخره ولا شي حاجه، المهم يعاونهم في ديك الاجراءات تاع العزو واستقبال الناس. مريح في الدرب ويشوف واحد القضيه، شاف واحد القضيه عجيبه. شاف واحد الولد، يعني شاب ماشي ولد صغير، يعني في عمره هذيك 34 عام كذا، لابس واحد الجاكيطه. ديك الجاكيطه بقى كيشوف فيها مزيان. علاش كيشوف فيها مزيان؟ نفس الجاكيطه كان شراها مع خوه المرحوم محسن، كانوا مشاو لواحد المدينه، سافروا ويا واحد المره وعجباتو هذاك محسن ديك الجاكيطه وشراها. هادشي علاش باقي عاقل عليها؟ قال واقيلا هي، لان نفس لا مارك تقدر تكون هي. ويتبعو تمايا حدا الحانوت كذا، من هنا كيدور حداه كيتقرب ليه بلا ما يعيق الاخر، واخا الاخر غادي يدي ويجيب، ولكن ما غاديش يعرف راه انه كيشوف ليه الجاكيطه. بقى كيشوف ويجي عندو ويقول لي اسمح لي نسولك اخويا. قال لي تفضل. قال لي الجاكيطه عندك زوينه؟ قال لي مين شريتها؟ وقال لي هادي اش نقول لك صاحبي؟ قال لي هادي راه بصراحه انا جاب الله. قال لي كيفاش جاب الله؟ قال لي شريتها اوكازيو، شريتها بحال ما هكا عجباتني وكذا، وراه مقطنه وكذا، وكان البرد كما قلنا، وكان ديال البرد وصحيحه وكذا. هذاك الاخ ديال محسن دار راسو بحال كيقلب فيها وكذا كذا، ويشوف واحد اللعيبه. اللعيبه شناهي؟ هذيك الجيب ديالها اليمني هو عاقل عليها انه تهرسات، يلا شراها غير في يومين وش حاجه، خوه تهرسات ديك السنسله ويعاود بدلها ويلقاها راه مبدلها. وقال لي شنقول لك اخويا، الجاكيطه زوينه، ما كرهتش ثاني شي وحده بحالها في البرد. وقال لي شنقول لك، غير قلب وصافي، هذه راه غير دبرت عليها وصافي. قال لي مزيان، مشى في حالاته، شكره ومشى في حالاته. في مشى جا قال الام ديالو وقال لمراته، قال لي مدي راني شفت واحد الدري هنا لابس واحد الجاكيطه راه بحاله عند خويا.
عافاك مريم الا مسيري قلبي الويت ديالو وشوفي وهاديك الجاكيطه واش كاينه تما ولا. مشيت كتقلب كتقلبي عرفاتها عقلات عليها ملي عطاها الاوصاف ديالها عقلات عليها، قلت لي راه كاين ديك الجاكيطه فيها النيت كيلبسها. قلبات ما كايناش، يعني كون كانت بحالها كانت غتكون في البيت، ما كايناش. حنا دخلهم الشك، يعني كاين باش نديرو ما نديرو. هو يقول لي ما داك الاخ ديال محسن قال لي ما نمشيو نعلم البوليس. مشى هو فعلا ينسى هذا الاخ هذا هو ومراته مرات الضحيه، مشاو عند البوليس. السلام عليكم. السلام. اش كاين اش كاين اش كاين؟ قالوا لهم اش شافوا. نتعاقلوا مع معاش الفور، شدوا هاد الدري هذا اللي كان لابس ديك الجاكيط لانه كان ولد الدرب تمايا ومعروف، عرفاته مريم من بعد ما وراه ليها الاخ ديال الضحيه. لقاو ليه القبض، لقاو فيه اللي نيت باقي لابس ديك الجاكيط. اول سؤال غادي يسولوا ليه، مين جاتك الجاكيط؟ قال لي مالي هادي شريتها غير قديمه، شريتها بحال ما هكا اوكازيون، اجاب الله وصافي. قالوا لي حنا كنسولوك من عند من شريتيها، الا ما كانش ديالك انت من عند من شريتيها؟ قال لي مشريتها من فلان. شكون فلان؟ خالد. خالد توا ولد درتم، يعني بيناتهم واحد جوج زناقي ولا ثلاثه، وهذيك مريم حتى هي كتعرفو. قالت لي ما تخلي ديها راه كتكون هنا في الزنقه في الفلانيه، راه كنشوفو، يعني ما كان عمرها هضرات معاه ولكن كتعرفو. المهم مشاو البوليس ولقاو عليه القبض هاد خالد هذا، جابوا الكوميساريه. نتوما مالكم؟ انا ماني شنو داير، راني مدير والو، انا راه ما سكيري ما كذا ما شفار ما كذا. فعلا نيت خالد هذا ما كان عنده صوابق، ما كان مدمن خمور، ما كان حتى حاجه، وانما كان ماشي خدام على طول، ولا مره كيخدم مره كيريح، ولكن السيره ديالو نقيه، يعني ما عنده حتى حاجه ديال الاجرام ولا شي حاجه. قالوا لي هاد السيد هذا كيقول لك بانك بعتي ليه الجاكيطه، هاد الجاكيطه هذا جابوهم وواجوهم، بقى كيشوف فيها. في الاول حاول ينكر، قال لي لا ما بعتش ليه، لا لا كنبيعش انا الجاكيطه ثاني، لا وري زيدون هذه ماشي ديالي هاد الجاكيطه هذه. قالوا لي البوليس حنا عرفناها ماشي ديالك وماشي ديالو حتى هويا، انت بعتيها ليه. الاخر يقول لهم لا راه هو اللي باع عليا، هو اللي باع عليا، وباع عليا بقد وقد الثمن، عطاهم الثمن بالضبط. تشبت بالانكار ديالو خالد. قال لي لا ما بعت لي ما والو، غير بغي يلصق فيا شي مونتيف هاد خونا ولا شي حاجه، انا ما بيني وبينه والو، انا اصلا ما كنعرفو ما والو. حتى قال لي تبغي بغيت تنكرني انايا، راني ولد دربكم اول فلان، وانت بعتيها ليا، بعتيها ما بعتيها، بعتيها ما بعتيها. هما يسولوا البوليس هذاك خونا اللي شاري الجاكيطه، قالوا لي شي واحد كان شاهد على اللي بيها. بقيت تفكر ويقول كاين فلان، واحد فلان، واحد درب ولد درب حتى هو. مشاو جابوه البوليس، هما يسولوه هاد السيد خالد واش باع هاد خونا الجاكيطة، كنتي ولا لا شفتي هادشي هذا؟ بقى كيشوف فيهم جوج ويقول لهم في الصراحة أنا ما منكذبش عليكم، هاد خالد هذا راح كيتحاضر من اللي باع ليه الجاكيطة، هاد خونا هذا كان كيسول على شي جاكيطة كان باغي يشريها، قال لينا شكون اللي عندو شي جاكيطة الدراري بغي نشريها على البرد هذا، ما فيا ما يهبط تحت واحد البلاصة فين كيتباعو حوايج قدام وداكشي. هو يقول لك خالد راه عندي واحد الجاكيطه نجيبها لك، راه زوينه وباقا مزيانه ومليحه وكذا كذا. قال لي جيبها. جابها تفاهموا على الثمن، خلصوا خد الجاكيطه. هذا الشيء حضرت لي قدامي، وخالد باع الجاكيطه لهذا السيد هذا. صافي داك السيد مشى داك الشاهد، شدوا في خالد البوليس. الاخر طبيعه الحال طلقوه مشى في حالاته، من بعد ما حيدوا لي الجاكيطه بطبيعه الحال لانها ديال الضحيه. شدوا في خالد، قولي لنا الجاكيطه من جبتيها، مين جبتيها؟ شريتها حتى وريني هذا اللي باعها لك، مين جبتيها؟ ابقى غير كيدور في عينيه ما لقى ما يقول. قال لهم لا وانا ما بيني وبينه مش راه غير كذبوا عليا وكذا، والجاكيطة هذه راه جاب لي واحد السيد وكذا. شكون هو السيد هذا؟ ما عطاهم حتى شي حاجه، ما عطاهم حتى شي شخص جاب لي هاد الجاكيطة هذه. شافوا تعيا وتواصلوا مع النيابه العامه، عطاتهم الاوكي باش يدخلوا الدار ديال خالد ويفتشوها، واحد التفتيش اللي هو دقيق. صافي دخلوا، دخلوا كيقلبوا كيقلبوا، خالد ما كان لا مزوج لا والو، وانما عنده واحد البيت عطيه ليه مو تمايا، بوا كان متوفي وعنده خوتو اخرين هما اللي كيخدموا، هو نادرا في كيخدم السيد هذا هاد خالد. حلوا البيت، في الاول حاولوا يتلوه البوليس، قال لهم معدي الساروت كذا كذا، هما يهرسوه دخلوا البيت صحا، حنا غادي نبقاو نتسناو فيك جبت الساروت. دخلوا بداو كيقلبوا قلبوا قلبوا، كيلقاو المتعلقات الشخصيه ديال هذاك الضحيه، لقاو شي حوايج اخرين، لقاو شي ميكنات، لقاو التليفون ديالو طافي ومحطوط تمايا، لقاو بزاف ديال الحوايج. ومن ضمن الاشياء اللي لقاو واحد الصناديقه فيها مبلغ، ومبلغ كبير بزاف، يعني تقريبا 30 مليون قل شي حاجه، قل واحد المليون، قل جوج، يعني 28 مليون 29 مليون.
هنا قالوا ليه الفلوس مين جاتك؟ ها الفلوس كنت كنبيعو 20. اش كنتي كتبيعو 20؟ انت اصلا غير عاطي، ما كتخدم ما والو، نادر فين كتخدم، تشدك قول شي حاجه كتدخل العقل، مين جاتك الفلوس؟ ما عطاهم شي تفسير منطقي مين جاتهم الفلوس. استدعوا المراه اللي هي مريم مرات الضحيه، تعرفات على دوك المسروقات، منهم الجاكيطه، منهم شي مواقن، منهم التليفون ديال الضحيه الله يرحمه. المهم التهمه لابسه لابسه، هذا هو القاتل الفعلي تاع الضحيه الله يرحمه. صافي شاف تعيا ونهار واعترف ليهم، قال لهم سيدي انا حقيقه كنت كنعرف هذاك الضحيه محسن الله يرحمه، كنت كنعرفو، تلاقى معاه السلام السلام، كان نتلاقاو في القهوه مره مره، كنجمعو مع بعضياتنا، كيعرفني انسان مزيان وكنعرفو حتى هو راجل مزيان. واحد النهار كيجي عندي القهوه وكيقول لي واحد القضيه. اشنو قال لك؟ قال لي ودي خالد الله يرحم باك، الا ما تعرف شي واحد باغي يبيع شي دار او شي حاجه، راني باغي نشري شي دار، راك عارفني راه غير كاري وديال الكره واعرين وباغي ندير انا داري وكذا. قال لي وشحال جهدك؟ قال لي واحد 28 30 مليون كاع. قال لي وانت عندك زعما انا عارفك كي خدام شركه، واش غتسلفها من بنكة؟ قال لي لا ما نسلفش من بنك، انا ما عنديش مع الكريدي. قال لي ومين جاتك؟ هذا خالد كيسول فيه. قال لي راه ورثت واحد العيبه على حق الوالد، وانا جاتني في نصيبي واحد 30 مليون، ولا كانت خاصه شي حاجه حنا غادي نزيدو نسلفو من بعض الاصدقاء وغادي نكملو، كانت 30 غنشريوها، كانت قل غادي نشريوها، وداكشي اللي باغين. الله يرحم باك اللي بانت لك شي دويره ولا شي حاجه على قد الحال قولها ليا. قال لي صافي انا نقلب لك. قال لي ودابا تعدك فلوس، يعني اللي جبت لك مول الدار تخلصو في البلاصه؟ قال لي راه عندي فلوس، راني حاطها، راه خديت الفلوس وحاطها في الدار. هنا خالد كان كيتثبت منه غير باش يعرف واش الفلوس كاينه في الدار او لا، ملي تاكد منه انها كاينه فلوس في الدار استمر عليه. قال لي بقيت حاضي اليوم غدا اليوم غدا، لي حتى نهار السبت. نهار السبت وانا حاضي كان كيوقف في راس الدرب، لانه هو معروف غير هو الدرب وكذا، حتى واحد ما غيدي ما يجيب، غير هو غادي جاي واقف هنا واقف مع المول الحانوت كذا، حتى واحد ما غيدي ما يجيب، واقف حاضيه من بعيد. نهار السبت في العشيه كيبان لي ركب في طوموبيلته هذيك مراته ومشى هو وياها. انا قلت ما غاديش نرجعو، داز غير واحد ساعه بحال ما هكاك ساعه على الروب، رجع غير هو بوحدو. قلت هذه فرصه مناسبه، اكيد مراته اداها لشي بلاصه اولا اداها عند سابو ولا شي حاجه، وغادي يبقى غير بوحدو في الدار. قررت يلا بغيت ندخل، يعني ندق عليه وندخل عليه، اللي حتى كنشوف واحد السيد جا عندو، هو هذاك العربي اللي سولوه البوليس ولقاو البصمات ديالو في الدار. تمايا رجعت للور وبقيت واقف كنتسنى فيه اللي حتى يخرج. فعلا نيت بقيت واقف هذيك العشيه كامله، اللي حتى جوي هذيك تسعود بحال ما هكاك خرج. ملي خرج قلت هذه هي الفرصه ديالي، بقيت واقف غير شويه، بما الدنيا خوات والشارع خوا، حتى واحد ما بقى والظلمه نيت، يعني ولات حتى واحد ما غيدي ما يجيب. تقريبا مع جويه العشرة مشيت دقيت عليه دقيت عليه دقيت عليه، خرج عندي. اهلا كي داير فلان بخير كذا، مع هو مصي على الدار. قال لي راني بغيت ندوي معاك على الموضوع تاع الدار. دخلو، ملي دخلو قال لي تفضل ريح، غادي نمشي نوجد لك واحد البراد تاعي. مشى للكوزينه، هو هذاك محسن الله يرحمه، مشى للكوزينه. الاخر كان مدخل معاه واحد الشكاره دايره على ظهره وفيها الموس. ملي ريح في الصالون كان داير ليكات في يدو، هادشي علاش ما لقاوش البصمات ديالو، كان البرد عادي بنادم يدير ليكات، هادشي علاش ما دام جاب هو الضحيه. المهم جبد داك الموس من الشكاره ونهار كيتسحب لحتى وقف على الضحيه مع الاخر. يلا غادي تلافت ليه مع غيطانو، طف 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 زرب عليه طيحو تم الكاو قتلو. من وراها مشى بقى كيقلب اللي حتى لقى هذيك المبلغ في ديك الصناديق 30 مليون، هزو وهز ديك الجاكيطه اللي بيها باش تكشف الامر ديالو، وهز شي مواقن وهز التليفون ديالو وهز شي تخربيقات اخرين وخرج. تلافتك ما بالي حتى شي واحد، والظلمه كما قلنا دابا راه كنهضروا مع جويل 11 بحال ما هكاك 11 ونص بحال ما هكاك، لاد بالفرار. رجع في حالته للدار ديالو، طلع خبى ديك الفلوس، خبى المسروقات. يفاش جالس شي يومين او شي حاجه تلاقى مع داك خونا اللي بغى يشري واحد الجاكيطه لانه جاه البرد، ويبيع عليه وبيه سبحان الله العظيم بيه ديك الجاكيطه باش غيتفضح هو، باش عرفوا راه مكلخ حتى هو، خاون 30 مليون وطامح في الجاكيطه، ولكن الله غادي يفضحوا بهذه الطريقه ليس الا.
ايوه، بهالطريقه هذه البوليس كيقدروا يحلوا لغز هاد الجريمه هذه اللي بقات غامضه، وما عرفوش شكون اللي قتلو لولا يعني الله اللي بين في الصراحه، الله اللي فضحو بهاد الطريقه هذه. الجاكيطه ديال الضحيه اللي باعها المجرم هذا تحكم عليه بمؤبد ناظر القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. وهذه النهايه ديال الحلقه ديالنا، والسلام عليكم ورحمه